يعني ما نتصوروش الاحساس ديالي، كان هائل. كنت انا فرحانه، بطع ليا وقتاش يجي العرض باش نجي نتواصل مع الجمهور، لان انا موحشه الجمهور، لان الجمهور هو اللي دارني الحمد لله والشكر لله. بغينا نعرف الجديد ديال سعد المفعول. ما كنعرفوش انا براسي، ما عرفاش الجديد ديال، اسمحوا لي. تري تري بيان سعد، الحمد لله يتمتع بصحة جيدة وفرحان، وعمل الحفلات ديالو في دبي وكانوا من هائلين الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. ها رسالتك الابن ديالي؟ رسالتي الله ينصره والله يرضي عليه والله يسهل عليه والله يزيده تألق في تألق. الله يبارك.